موضوعنا الآن عن الإنزيمات، والإنزيمات قلنا هي من المكونات الأساسية اللي موجودة داخل خلية الكائن الحي. وظيفتها الأساسية هي لتسهيل العمليات الفسلجية وكل العمليات الحيوية اللي تصير داخل الخلية، هي لتقليل طاقة التنشيط لاختصار الزمن وزيادة الكفاءة، فهي بالضبط تعمل عمل العوامل المساعدة في التفاعلات الكيميائية الاعتيادية. الهدف من هذه المحاضرة هو مفاهيم الإنزيمات، ميكانيكية أو آلية فعل الإنزيم، العوامل اللي تأثر على الإنزيمات، تخصصيات الإنزيم، والكاينتك أو الحركية اللي تقوم بها الإنزيمات، وشين العوامل اللي تؤدي إلى انهبيشن أو إلى تثبيط الإنزيمات، والاستخدامات السريرية بالإنزيمات لتشخيص بعض أنواع الأمراض أو بعض الفعاليات، كذلك أصناف الإنزيمات والكوإنزايم. المهم جدا أن بالإنزيمات أنه تلعب دور مهم جدا بالميتابوليزم، بالتشخيص diagnosis والعلاجات. All biochemical reactions are enzyme catalyzed. كل التفاعلات الحيوية داخل الخلية يتم تفعيلها بواسطة الإنزيمات. مستوى الإنزيم بالدم هو يعبر أو دليل على أهمية هذا الإنزيم، وعلى سبيل المثال it is good indicator in disease such as myocardial infarction. والإنزيم can be used therapeutically such as digestive enzyme. بعض الإنزيمات اللي تفيد في عمليات الهضم. الإنزيمات هي بروتينات بوزن جزيئي عالي جدا، تزيد قلنا عملية التفاعل وتقلل طاقة التنشيط بالتفاعلات. They catalyze nearly all the chemical reactions taking place in cells of the body. Not altered or consumed. إنها لا يمكن استهلاكها خلال التفاعلات هذه، ولا يمكن تغييرها أو تبديلها، أي إنه هي reusable، يعاد استخدامها. شنو الفرق بين الإنزيم وبين البروتين؟ البروتين إنزيم are classified into two types. بروتينات الإنزيمات هي نوعين. نوع simple protein enzymes, they are formed of protein only. إنزيمات تتكون من بروتين فقط. لكن أكو إنزيمات أخرى نسميها complex أو conjugated protein. They are formed of protein part, يعني من جزئين، جزء من البروتين والجزء الآخر هو non-protein. All enzymes are proteins except some RNAs. ما كل الإنزيمات هي بروتينات ما بعض أنواع عدا بعض أنواع ال RNA. Not all proteins are enzymes. الإنزيمات تحتوي على جزء فعال. الإنزيمات اللي هي قلنا عليها بروتين ولا شكل محدد تحتوي على جزء فعال. المادة اللي يراد تفاعلها تدخل في هذا الجزء، نسميها المادة نسميها سبستريت، المادة اللي راح تدخل، والأكتيف سايت اللي هو موجود ضمن الإنزيم. فالإنزيمات تغير شكلها حتى تحتوي السبستريت أو المادة اللي راح تدخل بها. فعلى سبيل المثال عندنا هاي المادة تدخل بالإنزيم وتتحول إلى مادتين، إلى ناتج، يعني تصير عليها عملية تكسر أو عملية انقسام. على سبيل المثال أنا عندي جزئتين هنا dehydration synthesis، يعني عملية dehydration، جزئتين راح أسحب من الماء بوجود الإنزيم راح تنطيني جزيئة ثنائية أو جزيئة ثنائية، فراح يصير عندي هذه العملية الهيدروليسيز. بالعكس هاي dehydration. العملية الثانية الهيدروليسيز هي إضافة الماء إلى جزيئتين بحيث تقسمها إلى قسمين. وأمثلة عندي dehydration synthesis، عندي هنا الجلوكوز و
الفركتوز راح يتفاعلون راح ينطوني السكروز، تفاعلهم بواسطة إنزيم راح ينطيني السكروز. الهيدروليسيز عملية الدايجستشن اللي يصير بعملية الغذاء، عندي هنا الفركتوز والجلوكوز اللي يكون لي السكروز، بوجود الماء راح ينفصل إلى جزئيتين الجلوكوز والفركتوز. الكيميكال رياكشنز اند انرجي، بعض التفاعلات اللي تؤدي إلى تكسر الجزيئات الكبيرة، التكسر هذا ينطي طاقة، التكسر ينطي طاقة فنسميه اكسرغونيك، يعني دايجستينج بوليمرز على سبيل المثال يكسرها إلى مكوناتها الأولية أو نسمى العملية كاتابوليزم، هذا التفاعل اكسرغونيك يعني ريليز انرجي. بينما بعض التفاعلات تحتاج input of energy نسميها endergonic، مثلا بناء سكريات متعددة، بناء بروتين، كل عمليات البناء تحتاج إلى طاقة، فهي مثل التفاعلات الكيميائية endothermic، لكن بالإنزيمات نسميها endergonic. فعندي exergonic وendergonic، building polymers، dehydration synthesis، anabolism، كل هذه عملية بناء. إذن الendergonic والexergonic، هذا الاكسرغونيك انه يصير التفاعل والناتج يكون بعيد بحيث ينطيني طاقة، هاي العملية نسميها ماينس دلتا جي، جيب صفري انرجي بالماينس، اذا هو اكسوثيرميك او اسميه اكسرغونيك بالنسبة للانزيمات. الثاني التفاعل الثاني الاندرغونيك انرجي انفستد، تدخل الطاقة داخل التفاعل بحيث تنطيني سينثيسيس لمركب جديد. هسا الانرجي اند لايف، أنا عندي هنا عملية الدايجستشن، دايجستشن هو تكسير الأشياء إلى مكوناتها، مثل تكسير النشا إلى الجلوكوز، فهاي العملية يراد أن ندخل بها عملية التكسير راح تطلع لي طاقة، فهذه الطاقة أسميها exergonic. بينما السينثيسيس جزيئات صغار أبني بها جزيئة كبيرة تحتاج إلى ضخ طاقة. الآن عندي الأبو إنزيم والهولو إنزيم. الإنزيم بشكل كامل أسميه هولو إنزيم، الإنزيم الكامل. قسم من الإنزيمات متكونة من جزئين، قلنا بروتين ونانو بروتين بارت. فالبروتين بارت هو هذا اللي أسميه أبو إنزيم بروتين بورشن، وأكو جزء آخر نانو بروتين، يعني قد يكون مينرال، قد يكون بوليمر، قد يكون نسميه كو فاكتر. فهذا الكو فاكتر أو الكو إنزيم إيش أسميه؟ نانو بروتين بورشن أسميه كو إنزيم. الكو فاكتر متكون من أما كو إنزيم أو أكو مادة أخرى أو نوع آخر أسميه بروستيتيك. فهذا الكو فاكتر هو نانو بروتين كيميكال كومباوند مرتبط، الكو فاكتر مرتبط أما بشكل كبير أو بشكل رخو حتى يسوي لي الكاتاليسيس types of cofactor. أما كوإنزيم أو بروستاتيك، الكوإنزيم هنا يكون عندي نانو بروتين loosely bound، الكوإنزيم مرتبط بشكل رخو حول الأبو إنزيم أو حول جسم الكاتاليست. هذا المادة اللي مرتبطة بشكل رخو هي أنواع من الفيتامينات مثل فيتامين بي ومشتقات فيتامين دي ومكونات الطاقة اللي نسميها NAD وFFD اللي هي نيكوتين أمايد أدينوسين دايفوسفات أو فلافين أدينوسين دايفوسفات. البروستاتيك جروب، مجموعة البروستاتيك هاي مرتبطة بشكل قوي بواسطة آسرة تساهمية مع الأبو إنزيم، أسميها بروستاتيك جروب. تخصصي أو السبيسيفيتي مال الإنزيمات إنه درجات معينة من التخصصية، على سبيل المثال قسم منها ممكن أشخص وسوي لي كاتاليسيس أو تؤدي إلى تسهيل العمليات، على سبيل المثال single substrate group of similar substrate أو particular type of bond. طاقة التنشيط أو Activation Energy اللي هي طاقة التنشيط أو نسميها Energy of Activation هي Chemical Reaction تحتاج بعض الطاقة حتى تبدي التفاعل.
فهي الفيرست بوش او هي اللي راح تبدي لي التفاعل. الميكانيزم اوف اكشن اوف انزيم، الانزيم انكريز رياكشن ريت، الانزيمات تزيد سرعه التفاعل عندما تقلل طاقه التنشيط للتفاعلات، يعني بسهوله التفاعلات تبدي. فالانزيم سبستريت انتراكشنز فورميشن اوف انزيم سبستريت كومبلكس باي لوك اند كي، اما قفل ومفتاح يعني ثابت الشكل مالها، والمواد سبستريت هي راح تدخل بيها بحيث تشكل لي كيان كامل او induced fit to model. يعني مهما يكون شكل السبستريت اللي راح تلتصق بالانزيم، الانزيم هو راح يحيطها ويتشلب بيها بحيث يمسكها، فاسميه induced fit model. فهسه هذا اللي تسوي انزيم. عندنا مثاليا عندنا هنا اللاكتوز اللي هو متكون من الجلوكوز والجالكتوز، راح يجي هنا طاقة التنشيط، بعدين راح يتفكك الى الجلوكوز والجالكتوز. فهنا عندي الاكتيفيشن انرجي بدون انزيم، شوف الطاقة الكبيرة اللي بدون انزيم انا راح احتاجها، وهنا الطاقة الاخرى الصورة اللي بالاسفل الطاقة اللي مطلوبة حتى اروح لاعلى درجة التنشيط وينتهي التفاعل، فاحتاج الى طاقة اقل. هو هذا فعل الانزيمات. هذا تفاعل عام، ضربنا الانزيم كمثال يعني مثل بقية النماذج اللي اخذناها. فالخط الاسود هو بدون انزيم، بدون عامل مساعد لخفض طاقة التنشيط، احتاج استثمر طاقة كلش كبيرة حتى يصير عندي التفاعل واصل للنتيجة. اما بوجود الانزيم الخط الاحمر انه احتاج الى طاقة ضعيفة قليلة جدا حتى يروح التفاعل الى النهاية. الفرق بين الاثنين هو الطاقة المتحققة بواسطة استخدام الانزيمات. قلنا هي راح تسوي reducing activation energy، فراح تقلل لي amount of energy to start a reaction. هذا الخط الاولاني اللي هو uncatalyzed reaction بدون استخدام عامل مساعد، بينما الخط الثاني باستخدام عامل مساعد. الفرق انه هنا النيو اكتيفيشن انرجي اللي احتاجيناها بعد استخدام الكاتاليست. مره ثانيه عندنا هذا التفاعل بدون كاتاليست، التفاعل الاي اللي على اليسار، التفاعل البي هو باستخدام الكاتاليست، فاحتاج الى طاقه تنشيط ضعيفه جدا. كلمة induced fit model احنا قلنا هناك مثل المفتاح، يعني قالب موجود عندي واجيب المادة وهي تصير، بس induced fit راح اجيب المادة من باوع الشكل هذا الاس اللي هو substrate، راح يبقى فراغ بينه وبين الانزيم، من اجي احطها الانزيم نفسه راح يحيط بها بحيث ينطيني شكل ثابت. هنا الآن الإنزيم سبستريت كومبلكس عدة خطوات. أول مرة السبستريت راح تدخل على الإنزيم، والخطوة الثانية الإنزيم برودكت كومبلكس راح يتكون عندي. هسه هذا دخل هنا راح يصير عندي ترانزيشن ستيت، وراح يصير عندي أند برودكت كومبلكس، يعني بين الإنزيم إنزيم برودكت كومبلكس، وأخيرا راح ينفصل البرودكت راح ينطيني هذا الناتج النهائي. فهاي الخطوات كلها هي تمثل لي عمل شلون الانزيم راح يشتغل، راح يلتصق بالمادة اللي مطلوب التفاعل منها سواء بناء او هدم، وتكون كومبلكس وتكون انتاج، والمنتج راح ينفصل. العوامل المؤثرة على فعالية الانزيمات ثلاث عوامل رئيسية عندي، اما العوامل البيئية environmental conditions او cofactors and coenzymes اللي ملتصقة بالانزيم. عملية cofactors لها تأثير مهم على عمل الإنزيم، وأحياناً عندي الإنزيم إنهيبيتر، عوامل تثبيط الإنزيم توقف الإنزيم ما يشتغل. فأجي أخذ بشيء من التفصيل، العوامل البيئية إيش راح أسوي؟ مثل درجة الحرارة العالية هي كلش خطرة، الهاي تمبريتشر ماي دي ناتشوريت أنفولد. إحنا قلنا البروتينات هي عبارة عن سلاسل طويلة ملتوية مع بعضها، من أسخنها بدرجة حرارة عالية راح تتحول الى كيان صلب وتفقد معنى البروتين او معنى الكائن الحي. مثال بسيط، سلق البيض، البيض موجود على شكل سائل، اسلق البيض بدرجة حرارة عالية راح يتحول الى مادة صلبة ما ممكن ان ترجع الى وضعها الطبيعي. الفقرة الثانية
pH الحامضية. دائما pH اللي يشتغل بها الإنزيمات من 6 إلى 8. ليش؟ لأنه من 6 إلى 8 هي قريبة من كيمياء الدم 7.4 pH مال الدم. الإنزيمات تشتغل بهذا الرينج، لكن قسم منها شوية بها حيود pH أقل أو شوية أكثر، لكن قريبة من هذا، فهي بين 6 و 8 pH. وأخيرا substrate concentration، المادة اللي راح تدخل على الإنزيم شقد تركيزها وشقد راح تأثر. فعندي على سبيل المثال هذا الاستومك بيبسين، إنزيم البيبسين بالمعدة يشتغل pH 2.5، إذا أقل راح تقل الفعالية، إذا أكثر راح تقل الفعالية. كذلك عندي الانتستانس تريبسين، إنزيم التريبسين يشتغل بالضبط pH 7، إذا أقل راح تقل الفعالية وإذا أكثر راح تقل الفعالية. فأقل قمة للنشاط مالته pH 7، وأكو إنزيم آخر اللي هو يشتغل pH 8 وهكذا. فالpH لها تأثير مهم جدا، قلنا إذا درجة الحرارة والتركيز والpH. الكوفاكتورز and coenzymes، الانورجانيك سبستانسز مثل الزنك، أنا عندي معادن موجودة ويا الإنزيمات مثل الزنك، الايرون، المغنيسيوم غيرها، and vitamins respectively are sometimes needed for proper enzymatic، وبعض الفيتامينات ضمن الإنزيم أحتاجها لأداء جيد بالنسبة للإنزيمات. فعلى سبيل المثال الايرون الحديد must be present in the quaternary structure، الحديد يجب أن يكون موجود بالتركيبة الرباعية الهيموغلوبين in order for it to pick up oxygen، إذا يجب أن يكون بهذا الأسلوب حتى ينقل له أكسجين من الحويصلات الرئوية من خلال الدم إلى خلايا التفاعل. تسمية الإنزيمات، دائما أنا عندي فعاليات أو وظائف كثيرة جدا داخل الجسم، فكل فعالية لها إنزيم متخصص. فعلى سبيل المثال السكريز، دائما تنتهي الإنزيمات بكلمة ASE، السكريز catalyzes the hydrolysis of sucrose، هذا إنزيم يكسر لي السكروز إلى فركتوز وإلى جلوكوز. Name describe function of enzyme، وعلى سبيل المثال oxidase راح يساعد لي أو يزيد يسهل عملية التأكسد، فعاليات التأكسد. Sometimes common names are used particularly for the digestion enzyme مثل البيبسين والتريبسين، أحيانا مو بأي أس إي تنتهي، إلها أسماء متخصصة من البيبسين والرنين، وأحيانا بعض أسماء راح توصف للسبستريت والفنكشن. على سبيل المثال الكحول dehydrogenase، إذن الإنزيم هو dehydrogenase، الإنزيم اللي راح يسحب الهيدروجين من الكحول ويسوي له oxidation، يتحول له oxidize ethanol إلى acetic acid. طيب الclassification أو classes of enzymes، أنا عندي 6 أصناف رئيسية للإنزيمات اللي هي oxidoreduction أو reductase، EC enzyme class 1، enzyme class 2. فEC1 أوكسيدو ريدكتاز، الثاني ترانسفيريز يحول من حالة إلى أخرى، والEC3 هيدروليز، والEC4 لاييز وأيزومريز ولايجيز. نجي ناخذ أمثلة عليها، هذه الأوكسيدو ريدكتاز هذا المثال راح يحول لي اللاكتاز إلى بايروبيك أسيد، هذا أكسدها. الترانسفيريز راح يحول لي الألانين إلى بايروفيت، الألانين راح يحولها إلى بايروفيت وينقل لي NH2 إلى مجموعة أو جزيئة أخرى. الهيدروليز راح يحلل لي الدايفوسفيت إلى 2 فوسفوريك أسيد. اللايز أنا عندي عملية سحب الأكسجين، فمن البايروفيت راح يسحب لي أكسجين وراح ينطيني أسيت ألديهايد. الايزومريز راح يسوي لي ايزومرايزيشن، الالانين راح يحولها الى دي الانين. اما اللايجيز فهي عملية تفاعل الان اتش 4 بوجود طاقة مساعدة اللي هي اي تي بي، راح ينطيني امايد جروب، راح ينطيني ان اتش 2 بالبروتين.
الجلوتامات. كيميكال كاينتيك هي سرعة التفاعل، مجر برودكت فورم بير سكند، ريت سلوز از رياكتنت ديز ابير، هي هاي العملية. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.